حابين اليوم ناخذ رايك ارن عن اطلاله النجمات خلال عيد الاضحى، مثل ما شفنا انه نجماتنا كانوا عم بيتالقوا على المسرح وكانت كل وحده مختاره تصميم بتلاقى معها وستايلها الخاص، ولكن شفنا انه كان في لون الاسود مشترك بين عدد منهم، فاليوم اخترنا عدد من اطلالات النجمات وحابين نحكي عنهم. بدايه رح تناول نجوى كرم. شمس الغنية صراحة مثل عادتها عودتنا انه هي على طول مضواية المهرجانات والاعياد، فستانها لشمس الغنية كان حلو، كان هيك بتحسيه صيفي، هيدا الشيء حبيته كثير مع تناسق الالوان اللي كانوا بالفستان، بس الشيء الوحيد اللي زعجني بالفستان هو التول الاسود اللي كان كانه معمول از كفر اب للفستان، فهيدا الشيء كان شوي مزعج هيدا التفصيل، بس عدا عن هيك كانت نجوى كثير متألقة وكانت كثير لابسة مزبوط. خلينا ننتقل لنوال الزغبي، شو رأيك بإطلالتها؟ يعني انت قلتيها النجمة الذهبية نوال الزغبي، على طول عودتنا نوال انه هي بتكون من الناس اللي بتلبس القصص الحلوة، القصص اللي بتلبق لها، قصص النيو. نوال انا كثير حبيت الفستان الاسود اللي كانت لابسته مع الشوارفسكي على الفستان من فوق لتحت، كانت قصة الصدر كثير حلوة، الفتحة على الاجر ما كانت ابدا مبتذلة، وحبيت كثير السانتور كانت لبسته مع هذا الاكسسوارز اللي كان لونه فضي، فنوال كانت عاملة ميكس اند ماتش بين الذهبة لانه هي النجمة الذهبية والفضة اللي كانت لبسته، فانا كثير حبيت هذا الشيء اللي كانت لبسته. هيفا وهبي، حسينا اللون اختيارها للون الفستان شوي غريب، مانا معتادين عليها بهذا اللون، شو بتقلنا اكثر؟ مزبوط، ليكي هيفا وهبي صارت هلا ريسنتلي عم تلبس الوان الباستيل. هيفا ما بعرف بركي هي عم تعمل هيدا الشيء قصد، لانه مثل ما قلنا قبل بمره انه هي عم تقول انه انا ما بني شيء، I'm good I'm fine، سو هول الالوان كثير عم يلبقوا لها مع انه عم تكون شريقه فيهم، بس اللون كثير كان لبق لها هيفا مع القصه مع الفستان كله على بعضه كان كثير لبق لها هيوفا. يارا شو رايك بطلالتها؟ يارا صراحه فاجأتني، يعني يارا على طول معودين عليها انه كلنا منبهدلها بالقصص اللي بتلبسهم، لانه عن جد يارا كانت من الناس ما بتعرف تلبس، بس هالمره بالعيد كانت لابسه فستان اسود كثير حلو، كان كثير لبق لها، كمان الفتحه ما كانت مبتذله، حتى يارا بتحسين عندها ستيل كلاسيك شو، بس كانت طالعه منه هالمره، فانا كثير حبيت. اصاله نصري. اصاله اصاله اصاله، يعني شو بدي اقول لك؟ الفستان اللي كانت لابسته كان ستيل عبايه اكثر، اللون كان كثير حلو، اللون الازرق الفاتح الاقوى، كان كثير لبق لها. وكان عاطي هيك بتحس التقل المظبوط اللي كانت المسرح اللي هي واقفه عليه كان بده هيك تقل، سو انا كثير حبيت اللوك كانت عملته أصاله. إليسا شو رايك باطلالتها؟ هالمره اختارت الاطلاله اللي بفستان الاسود. إليسا صراحه كانت صدمه لإلي شوي، كانت شوك. إليسا كانت لابسه فستان كثير عادي، كان فستان انا بعتبره فستان سبار، فستان خارج سهره، كان فيها تعمل شيء اقوى. اللون ما كان شيء جديد على إليسا، اللون الاسود اوريدي كثير ما تعتمدوا هي هيدا اللون، وانا صراحه فاجأتني انه كانت لابسه فستان كثير عادي ما كان فيه ولا تفصيل ولا ديتيل صغير معقول يكون عامل حركه بهيدا الفستان، سو إليسا كانت اشاك لإلي. بس يمكن اختارت هيك فستان لتحس حالها فريش اكثر على المسرح تقدر تتحرك فيه، يعني ما فينا نجي نظلمها لانه شفنا وقت اعياد بيروت كانت اطلالتها كثير حلوه. ما انت قلتيها باعياد بيروت فاجأتنا بالاطلالات اللي كثير حلوه، ليه ما كفت؟ يا ريتها كفت بالاطلال الحلوه، هلا لسه اصلا قولي عودتنا على الصدمات، يعني هلا فستان الاسود صدمتنا فيه واليوم خبريه جديده صدمه فيها، ما بعرف لسه شو عم تجرب تعمل معنا. خبرنا اذا ما نجي نعمل تقييم لاطلالات النجمات، برايك مين كانت افضل اطلاله خلال عيد الاضحى؟ افضل اطلاله خلال عيد الاضحى كانت اكيد النجمه الذهبيه نوال الزغبي، كان فستانها كثير حلو وعرفت شو بدها تعمل نوال، فهي اكيد الموفقه اكثر شيء كانت.